سالم بن جابر الجربوعي المري على هذا الفوز وعلى حصول مياسة وتحقيقها لأفضل توقيت في هذا الصباح. تهانينا وألف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء متواصلين معكم في صباح هذا اليوم، واصفين لكم منافسات سن اللقاية مع شعارات أبناء القبائل، حيث ينطلق مشاهدينا الكرام شوطنا الثامن من أشواطنا الصباحية لنتابع منافسة جميلة هنا في تحديات هذا الشوط الذي يحمل لنا منافسات القعدان على مدار 5 كيلومترات. لنتابع هذه الانطلاقة وهذا الشوط. هذا هو الشوط الرئيس الخاص بالعمانيات. لنتابع هذه الانطلاقة ونبدأ مع المركز الأول والصدارة الأولى. هذا هو مخلف بشعار خالد بن حمد القمرة من يتقدم في أول ندى على مسار وتحديات هذا الشوط، بينما النقلة إلى المركز الثاني. لنتابع التواجد من شماع من الجانب اليمين بدأ يتقدم في هذه اللحظات بشعار عبد الهادي بن سيف آل سيف الخيارين من يقدم لنا شماع على المركز الثاني وفي ثالث المراكز. وتابع التواجد والانطلاق مشاهدين الكرام والوصول من منصور اللي خذ المركز الثالث بشعار راشد بن مشعل بن عفيشة الشهواني ينطلق مع المركز الثالث، وفي رابع المراكز وصل الشامخ بدأ يتقدم في هذه اللحظة بشعار سعيد بن ناصر الهاشمي ينطلق على المركز الرابع، وفي خامس المراكز الوصول من الأسد قادم بشعار متعب بن حمد آل منخس المري. هذه النتيجة، هذه الخمسة الأسماء، أول ندى على مسار هذا الشوط. هذا الشوط الرئيس الخاص بالعمانيات، تحديات جميلة ومنافسات رائعة على أرضية ميدان الشحانية في صباح هذا اليوم، وانطلاقات سن اللقاية مع شعارات أبناء القبائل للعودة إلى الصدارة إلى البداية الأولى. لنتابع مقدمة الشوط والمركز الأول والصدارة. الشامخ غير الأمور في هذه اللحظات. هذا هو الشامخ القادم بشعار سعيد بن ناصر الهاشمي من يقدم الشامخ، وصاحب هذا الشوط في المحل الماضي، مشكور يا مخرجنا على المعلومة. نتابع هذه الإثارة والمنافسة. هذا هو الشامخ أحد أبناء السلطنة يحضر هنا الهاشمي، يقدم الشامخ في هذا الشوط، بينما في المركز الثاني هناك التواجد من منصور بشعار راشد بن مشعل الشهواني من يقدم منصور على المركز الثاني، ومن الجانب اليمين التواجد من شعار الخيارين. يا سلام يا شماع اللي غير في هذه اللحظات واخذ المركز الثاني، عبد الهادي بن سيف آل سيف الخيارين يقدم لنا شعاره، يقدم لنا شماع على المركز الثاني، بينما في ثالث المراكز هذا هو الأسد المتواجد في هذا الشوط متعب بن حمد آل منخس المري يقدم الأسد على المركز الثالث، ورابع المراكز مخلف خالد بن حمد بن صالح القمرة يأتي مع رابع المراكز. والمركز الخامس هناك التواجد من منصور راشد بن مشعل بن عفيشة الشهواني من يقدم لنا منصور مع المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه الخمسة الأسماء، وثاني ندى على مسار هذا الشوط، بينما نشاهد هناك على الكادر السفلي من شاشة قناة الريان نشاهد الأسماء. تابع الشعارات التي بدأت تسير هنا في تحديات ومنافسات هذا الشوط الرئيسي، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول مع البداية الأولى. يا سلام يا سلام يا الشامخ، هذا هو الشامخ مشاهدين الأعزاء يتقدم حتى هذه اللحظة. سعيد بن ناصر الهاشمي من يقدم لنا شعاره، يقدم الشامخ في هذا الصباح على تحديات هذا الشوط الرئيسي، ولكن دير بالك شوف الأسماء القادمة. هذا هو مخلف، وصل شعار القمرة يتقدم على مركز الوصافة، خالد بن حمد بن صالح القمرة من يقدم لنا مخلف على المركز الثاني 1500 متر. هذا هو موقعنا في هذه اللحظات، بينما في المركز الثالث أتابع التواجد من الأسد بشعار متعب بن حمد آل منخس المري، بينما هناك شماع يأتي هنا مع الرباعية الجميلة بشعار عبد الهادي بن سيف آل سيف الخيارين. والمركز الخامس وش من الأسماء القادمة، هذا هو النادر قادم بشعار سالم بن محمد بن
الحطم العامري يأتي مع المركز الخامس في هذه اللحظة، بدأ يتقدم في هذا الأداء وفي هذه الانطلاقة الجميلة ما شاء الله. ونتابع الاسم القادم، وصل الصيرمي يتقدم بشعار بن طفلة، سعيد بن حمد بن طفلة المري يقدم لنا الصيرمي في هذا الأداء الجميل. هذه الأسماء الخمسة والكوكب الخماسية في أجواء الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير، الشوط الرئيس الخاص بالعماليات. وين بيروح هذا الشوط؟ نتابع هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الجميل، ولكن الشامخ على المقدمة لازال مع الصدارة مع البداية الأولى. ينطلق بشعار سعيد بن ناصر الهاشمي، ولكن هنا شعار القمرة يسير في تحديات هذا الشوط مع مخلف خالد بن حمد بن صالح القمرة، ولكن الصيرمي عليه الرقم واحد، يطمع بن طفلة بالرقم واحد، سعيد بن حمد بن طفلة المري. ونتابع شعار بالحطم على المركز الرابع في هذه اللحظات مع تقدم ودفاعة النادر سالم بن محمد بالحطم العامري. وصلت الأسماء، وصل الأسد هناك مع المنخس القادم، ولكن يصل أيضا ساير اللي فهد بن عمير بن بجاش آلف هيدا، ولكن المقدمة الصدارة 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 الله 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 الشامخ 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 الموقع الشامخ مع الشامخ الموقع الشامخ مع الشامخ يضيف نقطة في سجله في هذا الموسم. مشكور يا الهاشمي اللي قدم لنا الشامخ في هذا الشوط أبناء السلطنة. الله 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 سعيد بن ناصر بن حميد الهاشمي يتقدم في هذا الأداء الجميل ليزف السلامات إلى أبناء السلطنة إلى ميدان الكامل والوافي. مشكور يا الهاشمي مشكور، تهانينا والناموس والعصاف الأبطان. يا سلام، المركز الثاني وصل الصيرمي السعيد بن حمد بن طفلة المري، والمركز الثالث كان الوصول من النادر لسالم بن محمد بالحطم العامري، المركز الرابع كان من نصيب مخلف خالد بن حمد بن صالح القمرة، المركز الخامس وصل ساير لفهد بن عميران بن بجاش الفيدة المري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام على تحديات هذا الشوط الرئيس الخاص بالعمانيات، ولكن روحت السلامات إلى السلطنة مع حضور شعار الهاشمي وتحديات الشامخ. هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية، قاطع مسافة الخمسة كيلومتر في توقيت مقدار 7 دقائق 42 ثانية و47 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن ناصر الهاشمي على فوز الشامخ وانتزاع هنا موسى هذا الشوط، بينما المركز الثاني كان الوصول من الصيرمي وتوقيت الزمن 7 دقائق 44 ثانية 53 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن حمد بن طفل المري. المركز الثالث من وصل مشاهدين الكرام النادر وتوقيت 7 دقائق 45 ثانية 7 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لسالم بن محمد بالحطم العامري.